خرج النازحون الذين نزحوا من شمال غرب تيغراي وأيضا من غرب تيغراي في مظاهرات سلمية في مدينة أكسوم التي تقع في وسط تيغراي، هاتفين بأنه لن يبقوا هذا العام أيضا في المخيمات الحشة. إلى الآن نحن نعاني، ولذا على الحكومة الفيدرالية والإدارة المؤقتة أن يدركوا الأزمات التي نعاني منها وفي أسرع وقت يعودون إلى أرضنا. العديد من الأمهات والأطفال نقوم بحملهم على الخشب لنقلهم إلى المستشفى، ولذا لا تزال الأزمات مستمرة أضعافا، ولذا على الإدارة المؤقتة التعاون سويا مع الحكومة الفيدرالية في العمل على إعادة النازحين لأرضهم. على حسب الوعود التي قطعتموها عيدونا إلى أرضنا. رغم أن الحرب وقفت إلا أن المجاعة والتشرد مستمر، ونحن نعاني من الأمراض والعلاجات غير متوفرة كليا، مما على المجتمع الدولي أن يجد لنا حلا. كما أعرب النازحين أنهم لا يستطيعون البقاء على هذا الحال كليا. إلى حكومتنا، نحن نعاني لأعوام عديدة، نحن لا نريد سوى أن نعود إلى أرضنا. شعبنا لم يواجه قط في حياته مثل تلك الأزمات التي نواجهها الآن، لذا لكل من يهمه الأمر أن يعمل على سماع صوتنا وتنفيذ مطالبنا. ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في حقنا، وشاهدنا العديد من الجثث ملقية على الأراضي أثناء نزوحنا، ولا نستطيع تحمل البقاء هذا العام أيضا في المخيمات، لذا يجب أن نعود إلى أرضنا. حياة المخيم صعبة ولا يمكن تحملها، مما ينبقي من الحكومة الفيدرالية وإدارة تيغراي المؤقتة أن تعمل على إعادتنا. كما أفاد أبونا سلام الذي كان متواجدا بين النازحين أثناء خروجهم لمظاهرات سلمية بأنه ينبغي العمل على إنهاء أزمات النازحين على الفور، كما طلب أيضا من قادات الدين فرض الضغوطات على كلا من الحكومتين لتنفيذ الوعد الذي قطعته.